بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم احد عملائنا الكرام من المنيا، ناس محترمه جدا، عربيه سوزوكي فان موديل 2022 سوبر بلس اس زد الجديده، المنتج الجديد بتاعنا اللي مكتسح السوق. حابين بس نعرف راي الناس في العربيه وراي الناس في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض. رايك ايه في الاول حاجه في العربيه؟ العربيه تمام والله. تمام، ايه الجديد اللي انت لقيته في العربيه وما لقيتوش بره؟ الجديد لقيت شريط على الجنب وكاوتش جانت، طعم جانت وكاوتش عريض، طعم عريض وجهاز كهرباء فيها ووحده رفع زجاج كهرباء. افتح كده ورينا وحده الرفع بتاع زجاج كهرباء. يا جماعه نزل كده وطلع اليمين، ده بتاع الزبون وده بتاع الزبون بينزل وبتاع السواق، ده بتاع السواق هنا برضو بينزل وبيطلع معاك. تمام. خدت بالك العربية دي انت لقيتها بره عند اي حد تاني؟ لا طبعا ما لقيتهاش عند اي حد تاني. لا طبعا. موديل 2022 22. دفعت الفلوس واستلمت وانت واقف على طول؟ فور استلام فور على طول. طب الناس بقى بتاعت اللي موجوده داخل المعرض، حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا والله ما في حاجه تاثر معايا. طب انطباعك ايه عن المعامله بتاعت الناس داخل المعرض؟ لا المعامله تمام صراحه، يعني الناس رحبت بينا وشرفت بينا وقالت لنا اتفرجوا حاجه براحتكم وشوفوا اللي انتوا عايزينه بتاع المعرض. ربنا يبارك لك استاذنا الكريم. حابين برضو نعرف رايك في المعامله بتاعت الناس داخل المعرض. احسن معامله بيعاملونا هنا، ناس احسن ناس في قمه الاحترام، فوق الاحترام شوي، وناس محترمه. واول معرض اشوف ناس محترمه فيه، وناس محترمه. الاستاذ احمد على راسه من فوق، ناس محترمه وسلمونا عربيه يعتبر ما لقيناش في اي معرض تاني. ربنا يبارك يا حاج. ماشي يا عم. تمام. حضرتك منين؟ من المنيا. احسن ناس بلدنا. رايك ايه في المعامله بتاعت الناس داخل المعرض؟ لا حلوه والله وكويسه، وعمله 100 100 والله. حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا والله، انا هنا جيت مع الزبون دي على هنا على الوسط اللي انتوا عاملينه و100 100 والله. تمام. انتوا جايين عن طريق النت؟ ايوه. بتشوفونا على طول؟ ايوه. على الفيس ولا على اليوتيوب؟ على الفيس. على الفيس. ربنا يبارك لكم وربنا يديكم خيرها ويكفيكم شرها كده بمشيئه الله. ماشي يا حاج. تشكر يا حاج في العيش. سلام يا حاج. عفوا يا حاج في العيش الله. اشوفك كده على خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه جديده النهارده من حلقات غصن الزيتون. النهارده يعتبر حلقه مميزه جدا جدا جدا، لان احنا النهارده شغالين في العربيات السوزوكي فان الاس زد السوبر بلس. طبعا المنتج ده مش موجود عند حد خالص لعملائنا الكرام غير في معرض غصن الزيتون. فالنهارده حابين نتعرف على الاستاذ اخوك احمد معروف. اهلا يا عم احمد. منين يا عم احمد؟ من نازله لشتر جنب كده. من نازله لشتر محافظه الجيزه. احسن ناس يا عم احمد. تمام. حضرتك النهارده شرفتنا في معرض غصن الزيتون بخصوص ان انت تشتري عربيه سوزوكي. تمام. تمام. والله يا فندم انا لفيت برضه على العربيه ديت، ناس بصراحه شرحوا لي المكان هنا ان اخد العربيه من عند حضرتك، بس هي بصراحه العربيه عجباني وداخله دماغي. تمام. دي عربيه اسمها اس زد سوبر بلس. تمام. العربيه دي بفضل الله عندنا احنا بس. تمام. العربيه دي مميزاتها ايه؟ العربيه دي بيبقى فيها جنط سبور، بيبقى فيها شريط، بيبقى فيها ازاز كهرباء. تمام. وحده رفع مش ازاز كهرباء. تمام. افتح كده ووري للناس وورينا ايه الجديد في العربيه السوزوكي. سمي الله كده. الجديد كهرباء اهوك. تمام. تمام. ازاز كهرباء شغال معاك هنا وهناك. تمام. تمام. العربيه بصراحه حلوه وحالتها حاجه نظيفه وحاجه تمام. تمام. وربنا يسترها يعني، ربنا المستعان. تمام. حابين بقى حضرتك يا عم احمد النهارده تقول لنا كلمه كده لعملائنا اللي هيشاهدونا ويشاهدوك. تمام. والله يا صاله بصراحه ناس محترمه، عشان خاطر عم سيد زيتون راجل محترم وراجل وشه سمح. انت اللي محترم والله يا باشا، وانتم بصراحه ناس زي العسل والله. تمام يا عم. احنا بقى حابين النهارده برضو نشكرك، وانت راجل محترم وربنا ان شاء الله يسترها عليك. امين يا رب. انت هنا فين؟ غصن الزيتون. غصن الزيتون ده احنا عندنا كلمه بنقولها، ارض الممنوعات. غصن الزيتون ده ايه؟ ارض الممنوعات. ماشي يا عم احمد، ربنا ان شاء الله يستر عليك، وان شاء الله نستناك لما تيجي تاخد ال 23 ان شاء الله. امين يا رب. ربنا ماشي يا عم احمد. شرفتنا يا عم احمد. الف مبروك يا سعاده الرئيس. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. ورحمه الله وبركاته، معاكم اخوكم تامر درويش من معرض غصن الزيتون. النهارده معانا عميل جديد بيستلم عربيه سوزوكي سوبر بلس. حضرتك ممكن تقول لنا ايه اللي انت شفته في العربيه دي ما شفتوش في اي عربيه سوزوكي زيرو تاني؟ يعني اللي انا شفته في العربيه دي المميز في العربيه، المميز الشريط اللي موجود فيها. تمام. الازاز الكهرباء. حضرتك شغل ازاز كده ورينا. الازاز الكهرباء مش اوكر، ازاز كهرباء. ازاز كهرباء. شفت الكماليات دي موجوده في اي عربيه تانية؟ لا ما شفتهاش في العربيات التانية. درجه اللون الرصاصي اللي فيها ممتاز. تمام. الشكل الموضوع، الخدمة اللي أنا شفتها هنا في المعرض. تمام. من ساعة ما جيت، أنا جيت من ساعة
دينا هستلم العربيه وماشي، يعني العربيه خالصه مخلصه. حضرتك منين؟ انا موجود هنا من المنيب. ومهنتك ايه؟ انا ميكانيكي سيارات. العربيه تمام؟ الاسم احمد بيبو. العربيه تمام، الخدمه هنا تمام، المعرض والاداره مميزه جدا. واجهت اي مشكله النهارده؟ ولا اي مشكله. التسليم؟ تسليم وقتي فوري. تمام. دفعت الفلوس واستلمت؟ دفعت دلوقتي الفلوس واستلمت. في اي مشكله واجهتك النهارده؟ ولا اي مشكله. عرفت المعرض عن طريق ايه حضرتك؟ عن طريق صديق ليا. تمام. كان واخد من عندكم، وعن طريق الفيسبوك قال لي حتى راجع الفيسبوك، وانا راجعت الفيسبوك لقيت الخدمه عندكم هنا كويس. تحب تقول ايه للناس اللي شايفيننا دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه كلها؟ والله انا عن تجربتي، انا العربيه تحت ايدي استلمت فوري، يعني انا سعر احسن من اي سعر اي حد اللي انا شفته واللي انا تابعته. المعرض هنا قدم لي خدمه، سعر وعربيه ومعامله لا غبار عليها. الاسلوب حلو، المقابله حلوه، العربيه الاس زد. واحنا تحت امرك كمان بعد ما اشتريت، احنا هنا جاهزين في اي حاجه، في كماليات، في اي حاجه تخص العربيه احنا جاهزين معاك. انا بصراحه شفت اسعار مناسبه مش هتلاقيها في مصر كلها. لا انا شفت بصراحه، وفي انت عرضت عليا المجنط، بس انا الظروف في جميع الكماليات، كل الكماليات، بس انا اللي انا اخترته بالفلوس اللي معايا. تمام. وانت ما قصرتوش معايا في اي شيء. ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها. ربنا يخليك. والف الف مبروك. شرفنا بحضرتك. شرفنا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم احد عملائنا الكرام عربيه سوزوكي فان زيرو موديل 2022 للاستاذ معمر امين من السلام من القاهره. النهارده عايزين نعرف انطباعك ايه عن الناس اللي لقيتها في المعرض، المعامله عامله ايه مع الناس؟ لا بصراحه الناس محترمه، ومعرض 100 وكل حاجه تمام. عرفت طريق المعرض منين؟ من على الفيس، من على النت. من على النت. اه. سعر العربيه النهارده خدتها بكام؟ واخدها ب 139. ب 139 الف جنيه موديل 2022. اه تمام. حابب بقى تقول ايه للناس اللي هي شايفانا ومتابعانا دلوقتي على النت وعلى الفيس؟ لا يعني ناس تمام، ومعرض تمام، وناس بصراحه معاملتهم حلوه، واي حد عايز عربيه سوزوكي يجي على المعرض هنا بثقه، يعني ناس تمام. تمام. الاستاذ برضو معانا، نتعرف على حضرتك. إيهاب أمين. الأستاذ إيهاب أمين جاي مع الأستاذ معمر أمين. يستلم معانا عربية. أخوك كبير. حابب برضو تقول إيه لو أنت عايز تنصح أي واحد عايز عربية سوزوكي، خدت بالك إنه يعمل إيه؟ إن هو يجي يشتري من هنا من معرض غصن الزيتون. الناس دي ناس تمام، وكل حاجة على النور واضحة قدام حضرتك، والناس هنا اسعارهم بصراحه ما فيش زيها اسعار. تمام. احسن اسعار في مصر. انت حضرتك كنت جاي اساسا تاخد زيرو، ولا كنت جاي تاخد كاسري زيرو مستعمل؟ لا انا كنت جاي اخد اللي هو اللي يعني الافضل بالنسبه لي، لقيت بصراحه زيرو اسعاره كويسه فاخدت زيرو يعني. تمام. بالنسبه للعربيه دلوقتي في اي ملاحظات فيها؟ لا العربيه زي ما هي. العربيه تمام تمام تمام. موديل 2022. خدتها بسعر كام؟ 139000. ب 139000 جنيه. موديل 2022. مش عايزين نطول على حضراتكم، وبنختم لقائنا مع الاستاذ ايهاب والاستاذ معمر، وفي النهايه بنشكرهم ونتمنى من ربنا ان ربنا يديهم خير ويكفيهم شرها ان شاء الله. ربنا يكرمكم، انتوا ناس تمام قوي يعني. جزاك الله خير. شكرا يا استاذ.